هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم ازاي تكوني بطلة حياتك. تخيلي نفسك كده ممثلة نجمة مشهورة في مسلسل او فيلم. شوفي الممثلة دي بيبقى وراها جيش، بيبقى وراها مخرج، منتج، مدير، فنيين، اضاءة، تيم كبير جدا جدا عشان يظهر النجمة دي في المسلسل. انتي مش هتحتاجي كل الناس دي في حياتك، انتي هتحتاجي ان انتي بنفسك تقومي بكل الادوار دي عشان تبقي نجمة معروفة، مشهورة، محبوبة. مش مهم تكوني نجمة في حياة الاخرين على قد ما تكوني نجمة في حياتك انتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لازم اكون فخورة بنفسي، لازم احس بنفسي ان انا بحقق كل حاجة نفسي بتحبها ونفسها تحققها. وضح لنا اكتر، احنا مش فاهمين اي حاجة من اللي انتي بتقوليه ده. انت عايزه ايه من حياتك؟ انت عايزه تكوني واحده عاديه شبه اي بنت موجوده في الحياه، مش عارفه حياتها رايحه جايه منين، مش عارفه هي عايزه ايه، بتصحى كل يوم بدون اي هدف، بتصحى متاخر، بتروح الكليه او بتروح الشغل او بترجع البيت تعمل الطبخ او بتلاقي الاكل مستنيه في البيت، والروتين العادي الممل اللي بدون اي هدف هي عايشاه. ولا عايزة تبقي نجمة مشهورة، معروفة، محبوبة، كل الناس نفسها تبقى زيك وتتشوق ان هي تشوفك او ان هي حتى تيجي تتكلم معاكي وتتعرف عليكي. انت اللي بايديك القرار، تقدري تبقي نجمة معروفة او مشهورة او بنت عادية شبه اي حد. انا النهاردة جاية اتكلم، لو انت عايزة تبقي بطلة حياتك، مشهورة، نجمة، معروفة، المفروض النجمة دي تعمل ايه؟ عشان تبقي نجمة مش بالسهل، هتشتغلي على نفسك كتير جدا جدا جدا. اهم حاجة لازم يكون عندك خطة، انت تكوني عارفة انت عايزة ايه، رايحة فين وجاية منين، وتمشي على الخطة دي كل يوم، تبقي عاملة جدول، عاملة خطة ليها، وكل يوم تمشي تجاه اهدافك واحلامك حتى لو خطوة صغيرة. صدقيني الخطوات الصغيرة دي بتعمل معجزات في الاخر. خلي كل يوم بصحى الصبح اكتب الاهداف بتاعت اليوم، وكمان بيبقى عندي اهداف اسبوعية، وعندي اهداف شهرية، وعندي اهداف سنوية كل 3 سنين و5 سنين. طيب اول حاجة لازم كل يوم زي ما قلنا يكون عندنا روتين الناس الناجحة. انا مش جاي اتكلم ان انت تكوني بطلة في مسلسل فعلا دراما او فيلم في السينما، انا جاي اتكلم تكوني بطلة حياتك، حياتك انت اللي هي عايزاها تبقى حياة ناجحة، بتحققي كل اللي نفسك فيه وتبقي انسانة طموحة وسعيدة. فهنقسم حياتنا لفئات، كاتيجوري ومراحل، ستيجز. طيب ايه هي فئات الحياة؟ سواء حياتك العاطفية، سواء حياتك الاجتماعية، سواء حياتك العملية والعلمية. اما مراحل، سواء انت كنت لسه في فترة تحت العشرين او في العشرين او في التلاتين او الاربعين فيما فوق. It's never too late، فلازم نبدأ من دلوقتي، اول ما بيكون عندنا النية والعزيمة ان احنا نحقق نفسنا، يلا do it. نقسم حياتنا لفئات او categorize our life، ان احنا بنحط لها كده في بنود. بالنسبة للصحة لازم نروح الجيم ونلعب رياضة، لو مش بتحب الجيم تقدري تلعبي كل يوم نص ساعة يوجا على الاقل 10 دقايق. مش بتحب اليوجا روحي تمشي، اعملي على الاقل من 6 ل 7 كيلو كل يوم، 10,000 خطوة، وده هيساعدك كتير جدا خاصة بعد الوجبات. في البيزنس لازم يكون برضو عندنا خطة، سواء انت في الكلية عايزة تتخرجي هنشتغل كل ما نقدر عليه، نشتغل في اول مراحل عمرنا العشرينات، وده يعني في الفترة دي انا اشتغلت كتير جدا واشتغلت كل حاجة، وفي الفترة دي حوشي على قد ما تقدري، والفلوس اللي تحوشيها استثمريها على سواء في ذهب، سواء في مشاريع صغيرة، وكنت اتكلمت عن الموضوع ده في الفيديوهات السابقة في سلسلة دردشة بنات، انصحك ان انت تتفرجي على الحلقات كلها. الفلوس دي بعد كده تقدري تعملي بيها المشروع الخاص بيك وتبقي صاحبة بيزنس. حياتك العاطفية او الاجتماعية زي ما قلنا لازم تحوطي نفسك بالناس الناجحة، شوفي كل حد ناجح في المجال اللي انت بتحبيه. يعني انت مثلا بتحبي مجال معين، روحي شوفي الناس الناجحة تابعيهم على الانستجرام، على اليوتيوب، رئيسك في الشغل مثلا حقق حاجة انت نفسك تحققيها، روحي تكلمي معاه، تعرفي عليه، تاخدي منه معلومات. الحاجات دي كده يعني الناس دي بيدوكي اكسبيرينس من القديم يعني، فانت بيوفروا عليك وقت كتير جدا وبيديكوا من خبرتهم. دايما تحاوطي نفسك بالاصحاب الكويسين الناجحين، ومش اي كلام كده على الفاضي تتعرفي على اي حد، لازم تحاوطي نفسك بالناس اللي هي فعلا محققه ذاتها، اللي ليها شخصيه.
يعني مش كل حياتنا هتبقى هلس وكلام في التليفون واتكلم مع صاحبتي قلنا وعدنا وزدنا، لأ لازم يكون كلامي يكون هادف، مش اضيع وقتي، وقتي قيم، فلازم استثمر في وقتي زي ما بستثمر في فلوسي. الحياة العاطفية والحب والجواز لازم برضو تكوني عارفة انت عايزة ايه، انت عايزة انسان عادي ولا عايزة انسان ناجح. طب الانسان الناجح ده لما يجي يبصلك لازم انت كمان تكوني ناجحة عشان تبقوا مع بعض كده، او هو شوية اعلى منك. فعرفي ان انت كل ما ترفعي من نفسك هتلاقي اللي اعلى منك وترتبطي بيه. دايما خلي عندك قرون الاستشعار كده شغالة ان انت تجذبي فارس الاحلام اللي نفسك فيه. والحاجات دي يا جماعة ما بتجيش، يعني هي بخطة ومن غير خطة. انا بالنسبة لي كان نفسي اتجوز حد اجنبي، فانا عملت خطة للموضوع ده، كنت اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، الجواز من حد اجنبي وانا اتجوزت ازاي بالطريقة دي. اما انت لو عايشة في محيط وسط اهلك وسط ناسك ومش حابة تخرجي من المحيط ده، اعرفي ان انت كل ما بترفعي من قيمتك هتلاقي الشخص اللي يمثل قيمتك، ولازم تاخدي حد اعلى منك شوية في سواء المادية سواء الدرجة العلمية او الاجتماعية. انا دايما بفضل كده، يعني اخد حد يكون اعلى مني عشان يرفعني معاه لفوق، مش اخد حد اقل مني عشان يجيبني تحت. خاصة لو انت انسانة طموحة وعندك لسه خطتك ماشية عليها وتحققيها في المستقبل، فالاحسن ان انت تاخدي حد معاكي يزقك لقدام. اقسم حياتي لمراحل ازاي؟ لو انا تحت العشرين طبعا كلية والدراسة، يفضل طبعا انت تكوني عارفة عايزة تكملي في ايه. يعني انا بالنسبة لي دخلت كلية بس دلوقتي مش اللي انا مكملة فيه، انا بكمل في مجال السوشيال ميديا والكلام ده، فده اللي انا حباه. فيفضل لو انت تحت العشرين تبقي عارفة كويس جدا ايه المجال اللي نفسك تكملي فيه، يعني متبصتيش في خرم الابره زي ما بنقول، لا اعملي خطه كده الفيجن لقدام، انا عايزه ايه ابقى ايه لما اكبر. والاحسن ان انت تكوني عارفه انت بتحبي ايه. وانت في مرحله العشرينات وتخرجتي من الكليه زي ما قلنا، ارقي بنفسك ان انت تحاولي تشتغلي كتير جدا عشان كل شويه تترقي في شغلك او تتنقلي المرحله. لان ميزه الشغل بعد التخرج مش الفلوس، الميزه ان هو بيديكي خبره، بيعرفك على ناس في المجال وخارج المجال، وبيكبر من دايره المعارف بتاعتك، ودي في حد ذاتها قيمه، ان انت تعرفي على ناس تتكلمي معاهم تكتسبي خبره تكتسبي معرفه تكتسبي فكره منهم حتى، وممكن الفكره دي هي اللي تحطك على طريق النجاح. لو انت في مرحله ال 30 زيي انا كنت، انا بقول لكم في مرحله ال 30 دي انا كنت اتمنى لو انا من بدري كنت عارفة أنا عايزة إيه أكمل إيه. ولو أنت فعلا في مرحلة تحت العشرين، جربي كل حاجة، جربي كل حاجة أنت بتحبيها ومش بتحبيها، وحسي بنفسك أنت إيه الحاجة اللي أنت بتحبي تشتغليها ومش بتحسي بالملل وأنت بتعمليها. ودي أحلى حاجة، لأن المجال اللي أنت هتشتغليه وأنت بتحبيه ومش بتحسي بالملل ده اللي هتنجحي فيه. واحنا قلنا بطلة حياتي لازم اكون انسانة ناجحة، لازم اكون انسانة طموحة، لازم اكون انسانة بحقق نفسي وذات قيمة. في مرحلة الثلاثين لو انت زيي دايما يكون عندك خطة، وبدأي لو انت لسه بدأ متأخر، انا بدأت من اخر العشرينات لدلوقتي انا عندي خطة، عندي بلان ماشي عليها، وكل يوم بصحى الصبح بدري تجاه خطتي. حققت اهداف كتيرة جدا من اللي كان نفسي احققها، ولسه عندي اهداف بكملها وكل يوم بصحى لها بدري عشان احققها. صدقوني احساس النجاح والطموح والحياه اللي بهدف ليها طعم جميل جدا. الحياه الممله اللي ملهاش اي لازمه كلها تلفزيون وسهر وخروج مع الاصحاب وحياه المولات والشغل، دي حياه تزهقي منها، وبعد كده لما تكبري هتندمي ان انت ضيعتي وقتك ده في الحاجات دي. اي نعم كل فتره وكل مرحله ليها سنها وليها نزواتها وليها الحاجات اللي هي بتحبها، راضي نفسك دلعي نفسك جيبي لنفسك اللي انت كل اللي نفسها فيه، بس في حدود، لازم يكون في ليميت. قلنا الروح والنفس دي بنعملها كانها بيبي، بنعرفها الصح من الغلط. افتكري ان لما تكوني بطله حياتك وانسانه ناجحه وقويه وتكوني انثى بمعنى الكلمه ومكفيه نفسك وموفيه، وفعلا انت مش محتاجه اي حد في حياتك، اي حد هيجي بعد كده هيبقى إضافة لحياتك، بس خلي الإضافات اللي تحطيها في حياتك إضافات جميلة بتاخدك لفوق مش بتجيبك لتحت. فلو عايزة تضيفي راجل لحياتك لازم تكوني واثقة ومتأكدة ان الراجل ده هو هياخدك معاه لفوق مش هجيبك أرض. وهبقى أتكلم عن الموضوع ده في الحلقات الجاية. فلو كنت في فترة الثلاثينات اهتمي بنفسك، اهتمي بجمالك، لان دي اكتر فترة هتحس فيها بجمالك ورونقك، والفترة دي اللي شوية تاخدنا شوية من الطفولة لمرحلة تانية.
ففي الوقت ده اهتمي بجمالك، اهتمي ببشرتك كويس جدا، اهتمي بعقلك، اقري كتب كتيره جدا، اتفسحي ولفي الدنيا وعيشي حياتك. فانت لو كنت في فتره الثلاثين فيما فوق، الفتره دي تحسي كده ان انت ملكه نفسك وبتاعت نفسك، عيشي حياتك، اتفسحي، لفي العالم، اعملي كل اللي نفسك فيه، غذي زي ما بتغذي جسمك باكل صحي، غذي عقلك بكتب ومعلومات ومعرفه. افضل دايما ان انت في الفتره دي يكون عندك المشروع الخاص بيكي، المشروع الصغير اللي بيجيب لك الدخل كل شهر، واتكلمت ازاي يكون عندك مشاريع خاصه بيكي في الحلقات اللي فاتت، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس. واهتمي بنفسك من هنا لاخر العمر، سواء بصحتك، سواء باكلك، سواء بالرياضه، سواء بجمال بشرتك والسكين كير بتاعك. والعقل طبعا لازم نغذيه بمعرفه ومعلومات، لازم تكوني ست كده انثى، معنى كلمه انثى ليدي في نفسك، لان في فتره ال 30 بنبدا نحس ان احنا بقينا ليدي في نفسنا كده، سواء مرتبطه، سواء متجوزه او مش متجوزه، بس انت كده بتحسيها في نفسك وتحسيها بقعدتك ومشيتك. ودايما بنصح ان انت تهتمي بانوثتك على قد ما تقدري في السن ده، من اول ال 30 فما فوق اهتمي بانوثتك على قد ما تقدري، سواء في كلامك، سواء في نظره عينك، سواء في البادي لانجوج بتاعتك، سواء في قعدتك وفي مشيتك وفي كل حاجه. وسعي دايرة معارفك، اتعرفي على ناس لبقة، ناس ذات هيبة عشان تاخدك وتعلمك ايه تطلعك، تطلع بيك لفوق. خلي دايرة معارفك ناس غنيين بالعقل مش بالفلوس وبس، لا الفلوس مهمة كل حاجة، بس لازم يكونوا غنيين عقلا، ناس كده لبقة، مش اي حد كده تعرفيه خلاص. مش عايزين احنا سن كده، عايزين الناس الراسية الهادية اللي عارفة بتعمل ايه، اللي قبل ما تمشي الخطوة بتفكر فيها. وانت كمان قبل ما تعملي اي خطوة في حياتك لازم تتأني وتفكري فيها كويس جدا. انا من برج العقرب، يعني انا قبل ما اخد اي قرار او اي خطوة ببقى درسة كويس جدا، وببقى درسة كمان العواقب اللي لو في حاجة وحشة هتحصل، بقول يعني what if لو حاجة حصلت عكس اللي أنا عايزاه. لازم يكون عندك خطة بديلة. حبي نفسك، دلعي نفسك، عيشي حياتك، استمتعي بيها، وما تخليش أي حد يدخل حياتك ويخربها. أنصحكم بشدة تتابعوا سلسلة حلقات دردشة بنات، بجد يا جماعة هتفيدكم، ده كلام من قلبي ليكم. فأتمنى لو حد أول مرة يشوف الفيديو النهاردة يكمل متابعة الفيديوهات اللي فاتت. ازاي تكوني بطلة حياتك؟ اكتبولي في الكومنتات تحت ناويين تعملوا ايه، وايه الحاجة اللي هتغيروها عشان تبقي بطلة حياتك، عشان تستاهل ان انت تعيشي حياتك بصفة بطولة. تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشيروا الفيديو لكل اصحابكم، وتدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش تتابعوني على انستجرام وتتفرجوا على الستوريز اللي انا بنزلها عندي عن حياة صحية. ولو حابين تتدربوا معايا يوجا اونلاين هتلاقوني سايبه لكم اللينك في الانستجرام. انا بدرب يوجا وإيريال يوجا، ولو حابين تتكلموا معايا 1 تو 1 نعمل كول مع بعض هتلاقوا اللينك سايباه على الانستجرام، تقدروا تحجزوا وقت معايا. واشوفكم في فيديو جديد، باي باي.